أشقلي مريض بطليصماني بطل الأرض بطليصمي بسم الله تبطليس قام طيع الخالق وطيل به إلي يسقلي مريض بطليصماني بطل الأرض بطليصمي بسم الله تبطليس قام طيع الخالق وطيل بأزور الأبل بطليص ماني عامر اسمي بطليص مي قيس المور الطليص قام أخذ من طين وطيل به اللي يزور الأبل بطليص ماني يزور الأبل بطليص ماني عامر اسمي بطليص مي قيس المور الطليص قام خض طين وطيل به. وش من الفنون هذا؟ أكيد كثير منكم يعرفوه. ها ها وابوي يب خلى عندك سؤالك حط السلام وقوم تنحاش ليه من زقرت افضل جديد حلامه تمشي مشي القطع بلي عظم اي يلا ويا ربينا شر رأيت الشيء سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة من السيب الوالد؟ نعم الله يعطيك صحة والعافية. آمين. يقول السيب سكر وحليب. كان عندك جيب. كان عندك جيب. كان عندك جيب بعد. ايه. بعد تكميلة حالها. ما نروح كملها. زين. زين. الوالد إيش من الفنون اللي تقام هني في السيب؟ والله عندنا فنون كثيرة. عندنا فنون الرزفة. عندنا فنون مثل الغنى الثاني هذا العماني الأصيل يعني هم يغنيوا في المناسبات يعني. يعني ناس في المناسبات يعني. تروح معهم؟ والله بعض الأحيان. بعض الأحيان. بعض الأحيان. زين معنا سؤال يقول أسقل مريض بطلصماني بطل الأرض بطلصمي بسم الله تبطلص قامة طيع الخالق واطلبه إيش من الفنون هذا؟ ميدان. 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 ما تغير؟ لا. ما تبدل؟ لا. أحسنت أبوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله. سوقت بضعت؟ والله. إيش اشتريت؟ هذا ما تشوف زبيب. زبيب تفضل. يقول لك اسقل المريض بطل صماني بطل اسقل المريض بطل ماني بطل الارض بطل ماني بطل الارض اها بطل صمي بسم الله تبطل سقامه طيع الخالق واطلبه وش الفنون هذا؟ احسنت. السلام عليكم. التراضي. عليكم السلام. كيف حالك؟ والله بعافية. انت بخير؟ كيف الأمور؟ بخير مشكور. الحمد لله. الله يعطيك الخير. الله يسلمك. أسقي المريض بطلصماني. بطلصماني. طل الأرض بطلصمي. بطلصمي. بسم الله تبطل سقامة. سقامة. طيع الخالق واطلبه. واطلبه. إيش من الفنون هذا يا أخي؟ هذا ميدان على ما أظن لو ما خاب ظني. ميدان. ولا؟ ميدان؟ ما ميدان. ما ميدان. أسقي المريض بطلصماني. أسقل المريض بطل صماني بطل الأرض بطل صمي بسم الله تبطل سقامة طيع الخالق واطلبه أزور الأبل بطل صماني عامر اسمي بطل صمي قيس المورة بطل سقامة خذ من طينة واطلبه وش الفن مرضوفة هذه مرضوفة أه روحوا لهم أه يلعبوا ورقة هناك روحوا فين جالسين متجمعين شباب هناك يلعبوا ورقة يلعبوا روح صوروا ما ذوها وانت خلصت انا عاد منتهي عاد انا بقي اروح الحين فزت ولا فازوا عليك متجهز وكل شيء لا لا فزت عليهم ها فزت عليهم زين بسالهم ليكون فازوا عليك سالهم سالهم ايش لعبتوا سالهم لعبنا 61 ولعب من اشترى وحسين ماشي يا الاولين كانوا علقوا عليك لا لا ما علقوا علي علقت عليهم اربع بنات وحين جاي عنهم رايح تمشي الحين ابو ثمانية ابو تسعة ابو تسعة ابو عشرة الجوكر انت معلق عليك الجوكر الجوكر نلعب احنا نلعب احنا تسع لعبات تسع ورقات بتسع ورقات ايوه جوكرين زين يقول اسقل المريض بطل صماني
هذا عاد ما اعرف. بطل الارض بطل. ايوه بسم الله تبطل سقامه. أيوة. خالق واطلبه وش الفن. انا بقطف من المال وبدخل في ذا المال واتعشى. بقطف من المال لو 200 بعصره في العيش واتعشى ويلا متسامحين عاد خلاص. هذا اللي عندي موجود هنا. زين وش الفن اللي قلت لك يا؟ والله انا ما دارس ان هذا الفن ما بعرف عنه بس اتلقط من هنا ومن هنا شويه قليل عند شباب اعرفه. احسنت احسنت جزاك الله خير. امشي نشوفهم. شوفهم وقولهم قالكم صار معكم معلقنكم اربع بنادير. ها؟ اشوفهم مو بيقولون بس نخبرهم. يلا حياك الله. احسنت احسنت جزاك الله. أربع بنادير يقول معلق عليهم، تعال نسألهم. ها لا عن تنسوه، عن تنسوه أزق المريض بطل صماني، بطل الأرض بطل صمي، بسم الله تبطل سقامه، طيع الخالق واطلبه. بعد مكملينها يقول أزور الأبل بطل صماني، عامر اسمي بطل صمي، قيس المورد، طل سقامه، خذ من طينه واطلبه. وش الفن؟ ترى فن عماني مشهور من أجل الفنون في عمان. يبدأ بفرة. ها ماشي يجيب شاهي ماشي يجيب شاهي يقول لك عليهم أربع منادير ماشي يجيب عليهم شاهي. ماشي يجيب شاهي. يقول 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 معلق عليكم أربع منادير. السلام عليكم. يقول لا يقول معلق عليهم أربع منادير. كيف صح زين صح كلامه. ايه ها 61 يقول لاعبين صح لك زين. كم كم كوت مسك؟ أربعة. انتوا أربعة اثنين بعدكم بغالكم اثنين عقب تلاحقونا. الحين من أربعة فايز هو فايز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الله يعافيك. الله يشفيك من كل شيء. فايز ولا مفيوز؟ أنا إن شاء الله دائما أكون فايز. فإن شاء الله بإذن الله. لكن اليوم؟ اليوم لا. ها؟ مهزوم؟ أنا ما نهزم. ها؟ ما نهزم. مهزوم؟ لا. مفيوز ها؟ أنا ما أهزم. منهزم؟ أبدا ما أهزم. لازم أمشي في طريق الصحيح. خبرني ما خبر. من فايز؟ من فايز؟ مقصد من فايز؟ انت فايز ولا هم؟ لا انا فايز. انت فايز؟ اه ما دام علي الهاشمي لازم يكون فايز. فايز؟ نعم. زين يقول اسق المريض بطل صماني. نعم. بطل الارض بطل صمي. نعم. بسم الله تبطل سقامه، خذ من طينه واطلبه. فن ما ما تعرفه. من كنت قاصد ديار العز من رسيب قد العرش موطني وهناك انس وطيب وبالشرق شركناها بانس وطيب وادي البحايص هناك غزلان لمفالي واي انا من بذلت المال والحالي لا ناب مالي ولا حد رد عن بال وادي اللوامي هناك الطفل ما بيشيب اجيب خطفت عسرور ريتها واغلى خضرة خطفت عسرور ريتها واغلى خضرة وبدبد حداها لخوبي دايرة حدرة أي معلوم وعمقات تشكي وتبكي دايرة في ذا المقرى بين قبلين كل وادي بينصيها ما يخيبش الظن انت خلينا له ما يخيبك الظن من فنجة بتحميها والخوض يوخوك نوبة دايرة حدرة والسيب متعلية في لقة خضرة يا سادتي ما بدا مني لكم كدري وبحق طه وعمة وسورة الفقري وبحق زاد انكليت في ليلة القدر يا سادتي ما بدا مني معاتيبي حتى يقول العرب والناس تدريبي السند والهند دار الملك والسيبي تسمع كلام المواشي وتاخذ كدري هذا كلام أبو أدريس أقول له خذ مسارك بالتي بالعرفة لا تنتكس خلي الحماقة عنك والمكايدة يا من بسين المكر أصبح بيبس وهذا البحر ما حد قصاه وبلده ترى هذا البحر ما حد قصاه وبلده الوالد. نعم. أسألك عن السؤال يعني قبل 30 سنة قبل 30 سنة قبل 30 50 40 سنة كيف كان هذا سوق السيب طال عمرك قبل 30 سنة قبل حكم صاحب الجلالة ما مثل شفت السوق اللي تونا الكاكين هذيلة كان في فرضة يعشر الناس يجيب هذاك يعشروهم يوم يجي الذكرم لنشات ما يجي من ملح ويجي من نزلناها بالبحر نعم وفي عشور
حق يؤخذ من عاشور. نعم. قال هنا فرضة. ضريبة يعني ضريبة. أيوة. وهناك عرس مال الطعام من ذاك الصوب يبيع طعام قد ما قد. يعني كان طين ولا عرشان؟ عرشان. وشي طين وشي عرشان. ما كله على في طين وفي عرشان. لكن مني لكن الطين هني كله طين. زين. زين الناس اللي تجي يعني اللي تشتري وهذا كلهم من السيب ولا حد من خارج السيب؟ والله أكثر يتم السيب. لا قليل يجون خارج ما عندنا ما يجوا لكن قليل لكن كله من السكان السيب. من الحيل من الغشيبة من المعبيلة من سوريا الحديد من الحيل. نعم. زين أسأل على طار المعبيلة يعني المعبيلة قديما تتذكرها كيف كانت أول؟ معبيلة القديمة أول هذا الشارع الشمالية بس هناك ماكي برا. هناك صيح قديمة كلمة قديم 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 ماكي هناك هناك برا ماكي مزارع كانت اللي هني مزارع على الشارع على الخط الشارع على اليمين وانت رايح على اليمين بس من الغشيبة لين كله من الغشيبة لين توصل لنواله. السيب ايش من الفنون اللي تشتهر بالسيب؟ والله اول شيء تشتهر بالرزح او تشتهر اكثر شيء بالدان. نعم. هذا ما دالدان وهذا الرئيس مال الدان. نعم. تسمع وتشتهر بعد في اول ما جلس ما جلس وهذا. نعم. يعني روح هذا روح معهم؟ لا والله انا ما اروح في الرزحه ما اروح في الرزحه اروح. نعم كنا صغار. نعم. جهال. نعم. يقول معنا سؤال. تفضل. معنا سؤال يقول السؤال اسقل مريض بطل صماني بطل الارض بطل مي بسم الله تبطل سقامه لك واطلبه. هذا رزحه رزحه. نعم مقاصب رزحه مقاصب. صحيح صحيح. يقول اسقل مريض هذا عامل بسليمان الشعيب اسمه مطوع يقول اسقل مريض بطل صماني بطل الارض بطل صمي بما الله تبطل سقامه طيع الخالق واطلبه ازور الابل بطل صماني عامر اسمي بطل صمي قيس المورة بطل صقامه خذ من طينه واطلبه. هو بيعجز صاحب اللي رامسه. نعم صحيح اللي رامسه بيعجزه. صحيح بالضبط. أيوة صح. رزحة رزحة مقصب مقصب, مقصب رزحة. أي نعم نعم. اسمك بالخير؟ محمد سامي محمد سامي بن مسلم القيض أبو عبد الله. والنعم فيك يا أبو عبد الله. فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهل. تفضل. أنا شفتك إني متعذب. متعذب؟ متولع متولع فوق الشوامخ أنا قام صبابه وعاد عاد معك. لا بس هو يعين. تعالوا تعالوا معي تعالوا حتى بدري شرارة خمسين حتى بدو انت الله يعطيك الخير. وإن هو لم يحمل على الضي نفسها فليس إلى حسن الثناء سبيل. قال لي مشغول أو فاضي انتظر سلامك يسلم يحيي الوال ويسل القوال. تقدر عامل؟ أنا يقول سمعت صرخة من نخل حمدان هاي ادري لي من ركيض اتكسرت. We love you all. الوالد عبد الله بن مرهون الحضرمي يقول مشي معي مع قصافي مع عازي مع مسبع مع قصص مع امثال مع سوالف. وايش من الفنون معك؟ والله عندي عازي وعندي يعني قصافيات وعندي حربيات زين وعندي وطنيات. ايوه مسبع شيء مسبع شيء يعني وقصافيات رزحه قصافيات رزحه. ايوه وعازي هذا اللي عندي. يقول لا 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 لا. مرحبا بكم اللي هم في المعالي سيرت انت شبش عايش موس ما نبالي سيدي بالي لفداك منزلك في فوس. ما نبالي سيدي ما نبالي ما نبالي سيدي ما نبالي لفداك منزلك في النفوس مرة
ومن لهم في المعالي سير اشعاع الشموس. هذه سياط راحوا فيها الله يرحمهم. شيء بعد؟ ايه نعم نعم شيء. ايوه صام الحجار معنا سلم يا سيد يومك سعيده يا لالي 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 يا لالي 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 يا لالي 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 يا لالي 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 صام الحجار معنا تكلم ما صام الحجر معنا تكلم يا سيدي يومك سعيدة ويعيش قابوس المعظم وعمان خلاها جديدة خلاها جديدة ويعيش قابوس المعظم وعمان خلاها جديدة. زين الوالد هذا قصافيات اللي سمعناه. نعم نعم هذا قصافيات. الحين العازي. العازي صاحب. نعم نعم. ايش من العازي تحفظ الوالد؟ والله تعزي انت الوالد؟ انا عزي نعم. نعم وهذا من عازيي وهذا من كلماتي. زين وهذا سويتها في عيد الجلوس لمولانا جلال السلطان الله يحفظه. نعم العيد الوطني. عيد الوطني في سنة 2002. نعم العيد الوطني. العيد الوطني 2002. نعم ايوه. العازي هذا من كلماتك؟ من كلماتي نعم. ايوه يقول يسود يا اولاد سود بحر طم سود اهل السيف سود اهل الضيف سود منصور سود مضيوفين سود رجال قابوس عزة وناموس ايه واب والالف الكلام للنبي خير الانام واسلم علينا يوم الزحام يوم تبنى الذاكرات كبار الشيم ايه واب والباب دينا بالكلام ونخص برجل السلام واسلم قابو يا نسل الكرام يلك شواهر عاليات يا كبار الشيم والتاترانا طايعين يمر علينا بن سعيد ايه واب والثاث بدل الحق دوم قابوسنا عزك يدوم يا سيدي عزك يدوم وسنين عدلك دائمات ايه واب والقيم جاي شكل اسود مثل قضقاب الرعود كم من وكم من في الحدود والعين من اجل الوطن ساهرات كبار الشيم ايه واب والحي حمدنا ربنا ساعته كم سلطاننا قابوس حامد يارنا بمهندات عاليات كبار الشيم ايه واب والخي خيرات كثير اعطيت شعبك من سعيد والله ما قلت وحيد حافل لك شاهدات كبار الشيم الو لا باس باسيو المحبوب ما بام من الغاب واللومي واللومي اللومي دي عد من اللومي لا قصيد ما شاء الله هذا قصيد عندك 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 لا عندي ولا عندك لا نشل لك ولا حببك هيا بما والحديد لما يذهب الجن يلي كانوا 80 حرف مرة هو 100% سؤال منشده يني بخلف لك مثال غير سمعوني رعات الدير اهل اليود ولي معاني خليت لي يميل تمام إلي عرب ما نعيد قصير حصينك من شل بندير لا أنا متغرض في لساني وعيني بريزة الحكام
إلي بخيل فليك مثال نغير وسمعوني رعاة الدير أهل اليود ولي معاني خليتوا لي يميل تمام عرب ما نعيد قصير حصينك من شل بندير لا نمت غرض في لساني إني برزت الحكام شل بهمها انسار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطمطمة من ساي وعقوها في وجه الذيب ايش من الفنون هذا شل بهمهن سار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطمطمة من ساي وعقوها في وجه الذيب السلام عليكم سلام الله بخير انت بخير اشكر الله الله يعافيك بالخير انت بخير عساك طيب كنت بخير الشبان والعيال بتوالي بخير وانت بخير خالص يا نزلت السوق اي بالله يا اي بجزر نعم جزر فندال نعم فندال نعم يسميه فندال نعم نعم وفي الشرقية بعد يسموه بط صدق نعم حد يسمي نعم بط ايوه حد يسمي بط حد فندال حد جزر كل حد يسمي نعم كلنا فندال بسلاحي نعم من هين الوالد انت؟ والله من بلاد المصنعة يا من المصنعة نعم والنعم فيك والنعم ونعم بحالك طلع يقول لك شل بهمهن سار حاتي لكن ما أقرن حوراتي قالوا الطمطمة من ساية وعقوها في وجه الذيب إيش هالفن؟ والله قدر ما عندي فكرة ما تعرفه؟ لا والله أحسن السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله طيب بخير الله يسلمك الله يعطيك العافية بخير إن شاء الله عافيك إن شاء الله نزلت السوق شوية إيش شريت؟ والله خذينا سمك إيش من السمك؟ سهوة سهوة إي نعم نعم قالوا إن عندك شعر والله شعر ما شعر يعني ما أحفظ الشعر أبدا؟ أبدا ابدا ابدا ولا طشه ولا طشه زين احنا بنسمعك يقول لك شل بهمهن سار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطمطمه من سايه وعقوها في وجه الذيب ايش الفن والله ما عندي ما تعرفه احسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال الحمد لله الله يعطيك الصحه والعافيه الله يعافيك بارك الله فيك معنا سؤال شل بهمهن شل بهمهن سار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطم وعقوها في وجه الذيب ايش هالفن ما اعرف صراحه ميدان لا ما يحضرني ما تعرفه سامحنا بارك الله حسن على كم والله بسته 6 ريال 6 ريال اي نعم قالوا رخيص مناسب 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 نعم يوميا في السوق هني ها يوميا في السوق على الاسبوع على الاسبوع ايوه انت من هين والله من الخوض من الخوض انت معي نعم قالوا انه معك قصيد شعر لا لا ماشي 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 انزين يقول لك شل بهمهن سار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطمطمه من سايه وعقوها في وجه الذيب وش الفن والله ما بعرف عليكم السلام طيب خير وعافيه كيف حالك الحمد لله انت بخير نشكر الله الله يعطيك الخير الله يعافيك سلام يقولوا مغلي ما مغلي والله ما مغلي الحبس نبيع على 3 ونص الكيلو 700 بيس 600 بيس الكيلو بعد غالي ما مغلي ما غالي ما غالي ما الدار ما السيبه ذي زين حتى غالي من اعطيك 500 حالك قد مو اخبارك طيب خير وعافيه الله يعطيك العافيه قالوا انه معك شعر ما شاء الله ما اعرف شيء ما تعرف ما اعرف زين يقول لك بهمهن سار حاتي لكن ما قرن حوراتي قالوا الطمطمه من سايه وعقف وجه الذيب وش هذا الفن ما اعرف اللي وفاني اللي ماني رفوب موروثي نافاني فاني اللي وفاني اللي عاني رفوب موروثي فاني لعماني اللي يشيلوا القصايد ويغنوب ويتصوى أخو حالي لعماني اللي يشيلوا القصايد ويغنوب ويتصوى أخو حالي لمعاني السلام عليكم
عليكم السلام. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. انت بخير؟ مره. الله يعطيك الصحه والعافيه. كيف حالك؟ بخير وعافيه. حياك الله. يقول لك شل بهمها انسار حاتي لكن ما قرن حوراتي. قالوا الطمطمه من سايه. من سايه. وعقوها في وجه الذيب. ايش هذا الفن؟ ما اعرف عاد انا ما اعرف اقول لك مقصد. ما تعرفه؟ ها. ما تعرفه؟ ها. احسنت ابوي. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. انت بخير؟ طيب ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. يلا حبابك. الله يسلمك. من هنا انت؟ من جعلان بني والي. مغلي عليهم السمك. ما مغلي. مغلين. نعطيهم برخصه الحين خلاص. لا لا مغلين. مروحين. رمضان. نبغى الدار اليوم. رمضان كريم. مروحين سالم مروحين. اقول لك رمضان كريم. كريم نعم. مغلي عليهم؟ ما مغلي. رخيص. مغلي. اليوم برخص معطيهم. كلهم يشتكوا. عليه من؟ يقول مغلي عليهم السمك. لا لا ما مغلي. كله رخيص. زين يقول لك شل بهمها انسار حاتي لا ما قرن حوراتي. قالوا الطمطمه من وعقوها في وجه الذيب. ايش هذه الفن؟ ميدان. 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 ميدان نعم. ميدان. 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 ميدان احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. انت بخير؟ الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيك. يقول لك شل بهمها انسار حاتي لكن ما قرن حوراتي. قالوا الطمطمة من سايه وعقوها في وجه الذيب. ايش هي الفن؟ فن الرزحة. الرزحة؟ نعم. تعال تعال هني الوالد. تعال شوف اخوك. شوف. رزحة. نعم رزحة. مرة. ما تغير ولا تبدل؟ لا لا ما ابدل. الله. من انت الوالد؟ انا. انا الاصل منصور. لكن الحين ساكن هنا مسقط. بس خلاص. من دام منصور كان بزعل عليك مرة على معرفته. بارك الله فيك. يقول شل بهمها انسار حاتي لكن ما قرن حوراتي. نعم. قالوا الطمطمه من سايه وعقوها في وجه الذيب. هي هي. نعم. فن الرزحه. صحيح. يسموها رزحه ناحيه وساعد. نعم. 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 وساعد من عندكم منصور. نعم. صحيح. نعم. قول شلني بهمها انسار حاتي لكن ما قرن حوراتي. قالوا الطمطمه من سايه وعقوها في وجه الذيب. نعم. اسمك الوالد من؟ صالح من سلطي. والنعم الوالد صالح. حياك الله. الصحة والعافية. رزحة. بارك. نعم. نعم. بعضهم يسميها ناحية ود ساعد. نعم. ناحية مثل. نعم. مرضوفة. نعم. مربوعة. فيها اسم وايد. هي الأصلية رزحة. صحيح. إجابتك صحيحة الوالد وفزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. تستاهل.